هذا السائل يقول: ما حكم التداول بالفوركس؟ الفوركس أحد البرامج في التداول. هذه البرامج متنوعة. عندما أتحدث عن الفوركس، أول ما أتحدث عنه معظم أو كثير من هذه البرامج الموجودة هي برامج وهمية الشراء. فبداية الأمر لابد أن تتأكد من صحة الشراء والبيع. فمعظمها يكتب لك بأنه قد اشتريت ولكنك لم تشتري شيء، مجرد رقم، هو لم يبع لك، هو أساسا لا يملك، سواء كان هذه عملة أو سواء كان لذهب أو لسهم أو نحو ذلك، فإنه في الغالب تكون هذه البرامج غير حقيقية. لكن إذا افترضنا بأنك توثقت والجهات الرسمية قد أعلنت بأن هذه موثوقة وتوثقت من البيع والشراء، نأتي إلى الشراء. ماذا سوف تشتري؟ إذا كنت تشتري الذهب والفضة، لا تشتري إلا بقدر المال والرصيد الذي أنت وضعته وليس أكثر من ذلك. وبالنسبة للنقود، بمعنى أن العملة لابد أن يكون فقط بما يعادل من المبلغ الذي وضعته، فلا تأخذ ما يسمى بالمارجن. ما هو المارجن؟ أنك أنت تضع مثلا 20% ويمكنونك من الشراء زيادة على ذلك، هذا يسمى المارجن. فإذا خسرت العملة، تخسر أنت المبلغ الذي وضعته. لا تدخل في المارجن في هذه المواقع وفي شراء العملات. وكذا بالنسبة للذهب والفضة، لا يجوز بالدين، ولابد من الذهب والفضة لابد من تقابض، أو يكون هناك وكيل عنك يقوم بالشراء والاستلام، وأنت بالنسبة لك تكون بالمبلغ الذي وضعته وليس بالمارجن الذي يمنح لك الزيادة والرافعة التي تمنح لك. هذه